وهي هدف النصر التعادل، أو هدف التعادل للنصر. نلاحظ في هذه الحالة الجميع انساق إلى التخطيط أو الجرافيك الذي قام به مخرج المباراة، وهو تخطيط غير صحيح. هل الهدف سجل من وضع صحيح؟ نلاحظ أن الجرافيك وضع قبل أن يلعب لاعب النصر. نلاحظ قدم لاعب الاتحاد هي من كسرت التسلل، ولا يوجد أي تسلل أثناء تنفيذ الكرة، والهدف شرعي، ولكن كان الناس أو كل المشاهدين أنساقوا، ولا الجرافيك الذي وضع قبل تنفيذ الكرة. ولكن لحظة التنفيذ نلاحظ قدم لاعب الاتحاد هي من كسرت التسلل، ولاعب النصر حضر من موقع صحيح، والهدف شرعي ولا يوجد فيه أي تسلل. نلاحظ الإعادة الجانبية بتكون أكثر وضوح، هذه اللقطة السريعة. نلاحظ الإعادة الجانبية أثناء لعب الكرة من قبل لاعب النصر، كان لاعب الاتحاد متقدما بقدمه، جسم المهاجم مو متقدم، لا اليد اللي متقدمة ولا تعتبر من التسلل، ولكن القدم هو من تقدم. فلو أنشأ يعني بمعنى آخر، لو أنشأنا خط مستقيم من قدم لاعب الاتحاد باتجاه الأعلى، سوف يحجب لاعب النصر، وهو قرار صحيح من قبل المساعد الأول باحتساب الهدف. واضح القدم، واضح الله يكرمكم. جزمة اللاعب الأبيض هي المتقدمة عن الجميع، وقرار الحكم المساعد قرار صحيح.